السلام عليكم. هنتكلم مع بعض النهاردة على حاجة مهمة قوي، حلقة مهمة قوي هنتكلم فيها على الشخصية دي. ركز معايا في الشخصية دي، عارف هو مين؟ تابع معايا عشان تعرف درس النهاردة بيتكلم على ايه. أحييكم من هنا من قناة دكتور التاريخ، معاكم دكتور التاريخ مصطفى محمود. هكلمكم النهاردة إن شاء الله على الفصل الأول، هناخد الدرس الثاني هنشرح فيه أحداث الحملة الفرنسية مع الناحية الاقتصادية والاجتماعية اللي تابعة للدولة العثمانية، وفي آخر الحصة دي هناخد رحيل الحملة الفرنسية هتمشي من مصر. كملوا معايا الدرس ده، خش معايا على اللي جاي. نسيت اقول لكم على حاجة مهمة قوي، ان انا هختفي من الصورة خالص وهجيب لك الباور بوينت، هجيب لك الكلام اللي انا هشرحه وهتابع معاك كده ايه بالخط او القلم او العلامة المائية او اللون اللي هيبقى موجود، علشان وانا بشرح يبقى عينك على الكلام، يبقى يربط الشرح بالمعلومة اللي هتشوفها بعينيك. تابع معايا. بسم الله الرحمن الرحيم، وهنبدأ مع بعض النهاردة، هنكمل الفصل الأول الحملة الفرنسية، وهناخد النهاردة الدرس الثاني هنتكلم فيه على الحياة الاقتصادية والاجتماعية ونزول الحملة الفرنسية. معاكم دكتور التاريخ مصطفى محمود. بفكرك وأقولك يمكنك شراء كتاب الدكتور في التاريخ، تقدر تتواصل معايا على الرقم اللي موجود قدامك ده 010-14-560-410. كمان اشترك في قناة دكتور التاريخ علشان يوصلك كل جديد. يلا نبدأ مع بعض النهاردة، هنتكلم على الأحوال الاقتصادية. شباب، معروفة ان الناحية الاقتصادية بتتكون من ثلاث حاجات، تكون من زراعة وصناعة وتجارة. هنبدأ النهاردة نتكلم على الناحية الزراعية. الناحية الزراعية دي بنتكلم فيها على الأراضي بتاعت مين. الجزء الأولاني هنتكلم فيها على ملكية الأراضي الزراعية. كانت الأرض ملكا للدولة ممثلة في السلطان العثماني، يعني الأرض بتاعت مصر كلها بتاعت السلطان العثماني، بتتزرع عن طريق تكليف الفلاحين بذلك مقابل انتفاعهم من وراها بعد تسديد ما تقره أو تفرضه الدولة من ضرائب. الموضوع ده عرف بحق إيه؟ بحق الانتفاع. وده بقى من الأسئلة اللي كانت بتيجي، ما المقصود بحق الانتفاع؟ إحنا هنا لازم نعرفه. حق الانتفاع معناه تكليف الفلاح بزراعة الأرض مقابل انتفاعه من وراها بشرط تسديد ما تفرضه الدولة من ضرائب، فيما عرف بحق الانتفاع. طيب، حق الانتفاع ده عبارة عن منفعة متبادلة مرتبطة بالقدرة على الدفع. الفلاح اللي هيقدر يدفع الضريبة على الأرض هياخد الأرض ويزرعها، لكن الفلاح هنا هنلاحظ حاجة مهمة قوي، ان هو لا يمتلك الأرض، فهينتج عن ذلك عدم اهتمام الفلاحين بالزراعة لعدم ملكيتهم الأراضي الزراعية. طيب، هيجي السلطان العثماني هيفرض نظام اسمه نظام الالتزام، وده نظام فرضته الدولة العثمانية اللي جمع الضرائب، بيقوم به شخص عن طريق الملتزم. الملتزم ده بني آدم زيه وزيك كده، إنسان، بس لازم يكون معاه فلوس، غني يعني. يروح للدولة أو الموظف اللي معينه السلطان يقول له لو سمحت أنا هقدر ألم لك الضرائب الخاصة بمنطقة أو عدة مناطق وادي الفلوس بتاعتها. فهنا بقى السلطان العثماني بيلم الفلوس بتاعته الضرائب عن طريق مين؟ الملتزم. الملتزم ده بيحصل على التزام أو امتياز لجمع الضرائب الخاصة بمنطقة أو عدة مناطق، زي ما قلت لك حسب قدرة الملتزم المالية. طيب، السلطان هيكافئ الملتزم، فكان الملتزم يحصل على قطعة من الأرض، خلي بالك معفاة من إيه؟ معفاة من الضرائب، تعرف باسم الوصية، مقابل قيامه بجمع الضرائب. وهنا السلطان بيديله الأرض دي كمكافأة له، وشرط ملكيتها قيامه بجمع إيه؟ الضرائب. وهنا لازم تعرف إن ملكية الأرض في هذه الحالة هي ملكية شرطية. يعني ايه شرطية؟ يعني بيملك الاراضي بشرط قيامه بجمع الضرائب. طب لو ما جمعش الضرائب السلطان ياخدها منه.
نيجي بقى نشوف الملتزم كويس ولا وحش، هنلاقي ان الفلاح كان يعاني من سطوة الملتزم. سطوة الملتزم يعني قوته في جمع الضرائب، بيجمع الضرائب بقوة، بيجمعها غصب عن عين الفلاح حتى لو هو معهوش أي فلوس. كمان هيجي الملتزم يستغل نفوذه في فرض الإتاوات بعيدا عن الضرائب المفروضة. يجي الملتزم يفرض ضريبة كمان خلاف الضريبة بتاعة الدولة. بيعمل ده ليه؟ علشان يعوض ما دفعه للخزينة ويحقق فائض مالي. يجي يضحك على الفلاح، يفرض ياخد منه الضريبة الأساسية بتاعة الدولة ويفرض عليه ضريبة تانية اسمها الإتاوة عشان يحقق فائض مالي، كأنها مكاسب شخصية. هينتج عن كده يا شباب تدهور الزراعة في مصر تحت الحكم العثماني. ليه؟ لأن أصلا رقم واحد عندك عدم اهتمام الفلاح بأمور الزراعة، الفلاح ما بيهتمش بالزراعة، وده بسبب أسلوب جمع الضرائب. شفنا الملتزم بيجمع الضريبة بالقوة، الفلاح حتى لو معهوش فلوس برضه بيضربه وياخد المواشي بتاعته. فهنا ظهر مثال وظهر حكمة وظهرت كلمة مشهورة، اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، ويقصد بالجامع الشخص الذي يقوم بجمع الضرائب، وهو مين؟ وهو الملتزم. السبب الثاني اللي أدى لتدهور الزراعة هو عدم اهتمام الدولة بأمور الري عشان تقوي الجسور واتقال الفيضان. الكلام ده ما كانش يحصل ولا أي حاجة، الدولة كانت مكبرة دماغها من ناحية زراعية فتم إهمال الزراعة. وهنا نخلي بالنا من حاجة مهمة، إن العلاقة بين الفلاح والملتزم، بين الشخصين دول، قائمة على إيه؟ قائمة على الاستغلال، قائمة على القهر، قائمة على الاضطهاد، قائمة على الاستنزاف المالي. الملتزم شايف الفلاح الخزنة اللي بياخد منها فلوس وقت ما هو عايز. طيب نيجي هنتكلم بقى على الناحية التانية وهي الصناعة. خلي بالك تدهورت الصناعة في مصر لأنها كانت إيه؟ يدوية بسيطة، حاجة بسيطة خالص، لسه شغالين بإيديهم، في حين كانت في أوروبا آلية بتعتمد على التكنولوجيا في الوقت ده. طيب يبقى العلاقة بين الصناعة في مصر وأوروبا كانت علاقة تناقض، يعني اختلاف، هم شغالين بآلات وإحنا لسه شغالين بإيدينا. طيب نيجي نلاحظ إن كان الصناع ينتظموا في طوائف، الطوائف دي تمثل همزة الوصل مع الحكومة من حيث جمع الضرائب والإشراف على الإنتاج. كل ناس شغالة في عمل واحد ليهم طايفة، الطايفة دي عبارة عن همزة الوصل ما بين الحكومة والضرائب والإشراف على الإنتاج. كمان كانت طوائف الحرف الصناعية هي جزء من نظام الطوائف في مصر. قلت لك نظام الطوائف ده أي بني آدم في مصر بيشتغل في مهنة، المهنة دي يطلق عليها اسم طائفة بتضم أصحاب المهنة دي. وهنا بقى قال لك طوائف الحرف تضم أصحاب المهن إيه؟ المختلفة، سواء سباكة، حدادة، نجارة، أي حاجة. وكان لكل فرد مكانته تحت قيادة شيخ الطائفة، يعني بالتدريج، يعني مثلا يبقى صبي لسه بيتعلم في البداية، اتعلم شوية يبقى إيه؟ مساعد، اتعلم شوية يبقى صنايعي، لكل فرد مكانته تحت قيادة شيخ الطائفة. طب مين هو شيخ الطائفة؟ هو شخص مسؤول عن طائفة أو حرفة صناعية معينة يطورها ويشرف عليها ويجمع إيه؟ يجمع الضرائب من الصناع ويسلمها لمين يا شباب؟ للحكومة. لذلك هو بيشبه دور الملتزم. فاكر الملتزم من شوية قلت لك بيجمع الضريبة من الدولة، الضريبة ناحية اقتصادية. طيب شيخ الطائفة بيجمع الضريبة من الصناع برضه ناحية اقتصادية. وهنا بقى نخلي بالنا من هذه المعلومة، يتشابه دور شيخ الطائفة مع الملتزم في جمع الضرائب، لذلك أطلقوا عليه لقب الوسيط. وخلي بالك من اللقب ده، الوسيط اللي هو بيجمع الضرائب من الصناع ويديها للدولة. طيب السؤال ده، ليه الصناعة في مصر كانت متدهورة يدوية عكس أوروبا؟ عارفين ليه؟ لأن الدولة العثمانية كانت تفرض عزلة على المجتمع المصري، فما كانوش بيستفيدوا من التطور اللي موجود في أوروبا. نيجي بقى للتجارة. بيقول لي تدهورت التجارة الخارجية والداخلية قبل مجيء الحملة الفرنسية. وهنا لازم ناخد بالنا إن التجارة الخارجية تدهورت ليه؟ التجارة الخارجية تدهورت لسببين، السبب الأولاني تحول الطريق التجاري بين الشرق والغرب إلى طريق رأس الرجاء الصالح اللي إحنا بنقول عليه كشوف إيه؟ الجغرافية.
كل التجارة اللي كانت بتيجي من الشرق علشان تروح الغرب يا شباب كانت بتعدي على مصر، وبالتالي بيدفعوا عليها جمارك. اكتشفوا طريق جديد اسمه رأس الرجاء الصالح، ما بقاش في حد يعدي عندنا، فبالتالي التجارة الخارجية بتاعتنا باظت، ما بقاش في فلوس داخلة الدولة. طب هنتاجر مع مين من الناحية الخارجية؟ قال لك اقتصار التجارة، يعني تحديد التجارة على حوض البحر المتوسط، ادي اول منطقة رقم واحد حوض البحر المتوسط، بعد كده السودان اثنين، الحبشة الدولة الثالثة، بلاد العرب المنطقة الرابعة، واليمن رقم خمسة. يعني كده بالنسبة للتجارة الخارجية هنتاجر بس مع 5 أماكن، هي البحر المتوسط وهي السودان والحبشة وبلاد العرب وإيه؟ واليمن. نيجي بقى تأثرت التجارة الداخلية كمان. التجارة الداخلية باظت بسبب إيه؟ رقم واحد عدم استقرار الأمن واشتداد النزاع بين الفرق العسكرية. الفرق العسكرية بتاعت المماليك بيتخانقوا مع بعض، فبالتالي افتقدنا عنصر الأمن، وانت عارف ان اي تاجر لازم أن يبقى الأمن متوافر عشان يبقى ايه التجارة بتاعته في أمان. حاجة اللي بعد كده عدم ثبات قيمة العملة، العملة نفسها قيمتها مش ثابتة، مرة تزيد ومرة تنقص، وده هيأثر على التجارة الداخلية. الحاجة الثالثة الغارات المتلاحقة لبدو الصحراء. الغارات يعني الهجمات لبدو الصحراء اللي هم مين بقى؟ اسمهم ايه؟ سامعك اللي بتقول العربان. الايه؟ العربان، العرب يعني اللي عايشين في الصحراء، دول كانوا بيهجموا على التجار وياخدوا منهم الحاجة بتاعتهم. الحاجة الرابعة والأخيرة هي اختلاف الموازين والمكاييل من مكان لآخر، تلاقي الكيلو الوزن بتاعه بيختلف من محافظة لمحافظة، فده أثر على تدهور التجارة الداخلية. خلي بالك في ناس بقى هتستفيد من الوضع السيء ده بالنسبة للتجارة الداخلية. مين اللي هيستفيد من الوضع السيء ده؟ هيستفيد منه التجار الأجانب، وهيبدأوا يصطادوا في المية العكرة وهيسيطروا على أمور التجارة الداخلية. طب إزاي يا مستر؟ هقول لك الأجانب عكس المصريين. أولا الأجانب بيتمتعوا بقدرة تنظيمية، ناس منظمة في الناحية التجارية، كويس خالص. الحاجة التانية اسمها الامتيازات التجارية التي تمتعوا بيها. يجي السلطان العثماني يشجع الأجانب على التجارة في مصر، فيديهم مميزات تفوق مميزات التاجر المصري، ويقول لهم أي حد هيقرب لكم هيضركم هياخد منكم التجارة أنا بذات نفسي اللي هقفله. طب هو السلطان بيعمل كده حبا في الأجانب؟ لا، ده علشان خاطر المصلحة كلها في النهاية هتصب فين؟ في جيب السلطان العثماني، كأنه عايز يعمل استثمار في التجارة. نيجي نلاحظ إن إرسال الضريبة المفروضة على مصر والهدايا للسلطان العثماني أدى إلى التدهور الاقتصادي بالبلدي كده. حضرتك كل سنة تاخد ضريبة من مصر وتوديها للسلطان، وتاخد هدايا من مصر عبارة عن أموال توديها للسلطان. الوضع ده كله هيؤدي إلى تدهور مين؟ تدهور الاقتصاد المصري، لأن الفلوس دي يا شباب المفروض إن مصر، إن الحاكم بتاع مصر الوالي يعمل بيها مشاريع في مصر، سواء في الزراعة أو الصناعة، علشان يطور الدولة، لكن محدش هيطور الدولة وهياخدوا الفلوس دي يودوها للسلطان. وهنا نخلي بالنا الجزء اللي تحت ده، ان تدهور التجارة الداخلية زمن الحكم العثماني ده كان بسبب ضعف الدولة العثمانية. الدولة ضعيفة مش قادرة تسيطر على الامور التجارية داخل الدولة. الدولة ضعيفة دي ناحية سياسية، خاصة في ادارة امور البلاد. كما اثر فقدان السلم الاجتماعي، مفيش سلم، زي ما انت شفت البدو بيسرقوا والكلام ده. هذا الوضع أثر سلبا على التجارة الداخلية، وهذا الأمر جعل الأجانب أكثر فئة استفادت من الأوضاع السيئة. شوف بقى هم اللي استفادوا من الوضع السيء ده. نيجي بقى الأحوال الاجتماعية في مصر. المجتمع المصري انقسم إلى فئتين، الفئة الأولى هم الحكام. مين الحكام في مصر؟ نوعين، الأتراك والمماليك، ودول كانوا أصحاب النفوذ والسلطة في الدولة. إيه كمان؟ دول مرضوش يختلطوا بالمصريين، فعاشوا في عزلة اجتماعية. عاشوا فين؟ في عزلة اجتماعية عن سائر فئات المجتمع المصري، كأنهم كده كانوا عايشين في كومباوند
عارف الكومباوند كده، اما ربنا يكرمك وتقعد في كومباوند، مجموعه من العماير كده بيحط بيهم سور خاص بيهم، محدش يخش غير الناس اللي عايشه جوه. يبقى ايه؟ كانوا عايشين في كومباوند. وانا قلت لكم نكتب معلومه جانبيه كده، ان اللي كان بيعيش مع نفسه بس نوع تاني من الناس هم اليهود، عشان كده انت بتسمع ان في حاره اسمها حاره ايه؟ اليهود. اعرف المعلومه بس دي واركنها على جنب. نيجي الفئه التانيه اللي كانت موجوده، هم المحكومون، ودول بقى مين؟ المصريين. المصريين نوعين يا شباب، مشايخ وعلماء وتجار، ودول وضعهم كويس شوية عشان كده بيسموهم شريحة ايه؟ وسطى، كأنهم طبقة وسطى. أما الفلاحين وصغار الحرفيين وعامة الناس فدول الطبقة ايه؟ الدنيا. طيب انتشر الجهل وسادة الخرافات والشعوذة، كل ده كان موجود في المجتمع. الخرافات والشعوذة ده عكس العلم، عكس العلم خالص، ده دي حاجات كلها جهل. واحد مريض حد يكتب له ورقة كده يقول له علقها في رقبتك وبعد يومين ثلاثة هتلاقي نفسك زي الفل، طبعا ده جهل وشعوذة. لذلك لم يتبقى من نور العلم إلا بصيص أو قليل في الأزهر. هنا الأزهر بقى بيقوم بدور إيه؟ بدور ديني تعليمي. وهنا نلاحظ ملحوظة مهمة قوي، إن اتسم وضع المجتمع المصري قبيل الحملة الفرنسية بفقدان العدالة الاجتماعية والتفاوت الطبقي، وده بيتشابه مع المجتمع الفرنسي قبل الثورة الفرنسية من ناحية غياب العدالة الاجتماعية. زي ما قلت لك قبل كده في الدرس اللي فات، إن الثورة الفرنسية قامت نتيجة للتفاوت الطبقي، في طبقتين عندهم، طبقة عليا جدا وطبقة دنيا. هنا المجتمع المصري كان نفس الفكرة كده. طيب هنا بدأ ناخد بقى نزول الحملة الفرنسية ومنشور نابليون لتثبيت سلطة فرنسا في مصر. نابليون جاب الحملة الفرنسية من فرنسا وجاي على مصر، وقبل ما ينزل الشواطئ الإسكندرية فكر في طريقة تجنبه الصدام مع المصريين والدولة العثمانية. عايز وسيلة تسمح له بتثبيت سلطة فرنسا في مصر بدون ما يتعب. فوصل لحاجة إن هو عشان يتجنب الصدام مع المصريين لازم يعمل على مجاملة الدولة العثمانية، وكمان يجذب المصريين لصفه. طب ازاي؟ تعال نشوف. هيحاول يقنع الدولة العثمانية والمصريين بالآتي. أول حاجة هيشوف الدولة العثمانية بتكره مين ويقول لها أنا جاي أخلصك منهم. فهيقول إيه للدولة العثمانية؟ أنا جاي أحارب المماليك الذين يستنزفون ثروات مصر. طب الثروات ناحية ايه؟ تمام، ناحية اقتصادية. طيب الحتة دي هيخلص الدولة العثمانية من المماليك دي، بيخش فيها ناحية ايه؟ الحكام دول، فهتبقى ايه؟ سياسية. طيب يجي بعد كده يقول للمصريين انا جاي اعمل لكم حكومة اهلية يكون الحكم فيها ليكوا انتوا كمصريين، يبقى دي اصلاحات ايه؟ اصلاحات سياسية برضه. طب هيقول الكلام ده ازاي؟ هيعبر عن ذلك من خلال منشور وزعه على المصريين، ورقة كتب فيها الجملتين دول وكلام تاني وزعه على المصريين قبل وصول الحملة للشواطئ المصرية اللي هي كانت في مدينة الإسكندرية. لسه الحملة موجودة قدام اسكندرية بس ما نزلتش. وهنا بقى هيبدأ نابليون يقول لهم خلي بالكم، انا ههدد بحرق القرى والمناطق التي تتعرض للقوات الفرنسيه. طب اي واحد فيكم يا مصري هيعترض عليا لما انزل مصر ويحاول يضرب الفرنسيين، انا هموته وهموت القريه بتاعته. فده اسمه عقاب ايه؟ عقاب جماعي. تعال نشوف فقره من منشور نابليون. نابليون بيكلم المصريين بيقول لهم ايه؟ خلي بالك، إنني ما قدمت إليكم إلا لأخلص حقكم من يد الظالمين. يقصد بهم مين؟ المماليك طبعا. وإنني أكثر من المماليك إيمانا أعبد الله سبحانه وتعالى وأحترم نبيه والقرآن العظيم. ركز الكلام. وأن جميع الناس متساوون عند الله، وأن الشيء الذي يفرقهم عن بعض هو العقل والفضائل والعلوم فقط، وأنه إذا كانت الأرض المصرية التزاما للمماليك فليرون الحجة أو العقد التي كتبها الله له. الله عليك يا نابليون. هيبدأ بقى نابليون هيشتغل على الحتة اللي المصريين بيحبوها،
طب ما تيجي نحلل الكلام ده ونشوف نابليون كان عايز يعمل ايه. في تحليلنا للمنشور هنشوف اول حاجة لعب عليها نابليون على وتر ايه. اكتر حتة اتكلم فيها الناحية ايه الايمانية، بقى وتر الدين. كمان تاني حاجة اعتمد على اسلوب الترهيب والترغيب لما هدد المصريين بحرق ايه، بحرق القرى. ده اسمه ايه، عقاب ايه جماعي، لان اللي قاوم الفرنسي زي اللي ما قاومش هينزل عليه العقاب. كمان استخدم اسلوب التضليل الاعلامي قبل وصول الحملة، واستخدم اسلوب الحرب ايه النفسية على المصريين، واقنع المصريين كمان باصلاحات سياسية. طيب نابليون لما نيجي نشوف كده الكلام ده معناه ايه؟ ان نابليون عنده قراءة جيدة للواقع المصري، كان عارف المصريين بيحبوا ايه ويكرهوا ايه فاشتغل عليه. كمان عنده حاجة عايز يستميل بيها المصريين عشان يثبت سلطته فين؟ في مصر. يبقى نابليون ما كانش عبيط لما بيقول لك الكلام ده، وبيحاول يشتغل على نغمة الدين او الناحية الدينية. طيب هنبدأ ناخد هنا مقاومة الحملة الفرنسية. فوجئ الحكام المماليك بنزول الحملة في أوائل يوليو 1798، وكانت قوتهم زي ما انتم عارفين استهلكت في النزاعات الداخلية، فلم يوجهوا اهتمامهم لتحصين حدود البلاد لمواجهة أي أخطار محتملة. المماليك كانوا إيه؟ مشغولين بحرب بعضهم، بيتخانقوا مع بعض على السلطة، فمحدش كان مفكر يأمن الدولة. طيب بص في الخريطة دي واستنتج حاجة. هنيجي نشوف ان الحملة الفرنسية طلعت من فرنسا اهي اللي بظلل لك عليها دي، طلعت من ميناء طولون ونزلت تحت على مالطا معايا، ومشيت من مالطا على كريت اهي، ومن كريت راحت على الاسكندرية. يعني كأنه ماشي في خط متعرج، ماشي في خط زجزاج. طب ليه ما جاش مباشرة من ميناء طولون للاسكندرية مباشرة؟ علشان نابليون كان خايف ان الاسطول الانجليزي يعرف ان هو رايح مصر فيسبقه ويروح يحتل مصر، وده كان ذكاء من نابليون بونابرت. نبدأ نشوف الحملة الفينيسية نزلت اسكندرية، واول مقاومة للحملة هتكون مقاومة اهل الاسكندرية. فعند وصول الحملة في الحملة الاسكندرية، ودي تقع غرب الدلتا، تقع فين؟ تقع غرب الدلتا، مدينة الاسكندرية اهي، عشان الاتجاهات الطلبة بتقول الاتجاهات اهو، مدينة الاسكندرية تقع غرب ايه الدلتا. اول ما نزلوا الفرنسيين على طول قعدوا يضربوا في المصريين، فاهالينا الاسكندرانية الجدعان ما سكتوش، تصدى لها اهالي الاسكندرية بقيادة حاكمها البطل الكبير السيد محمد كريم اللي في الصورة فوق ده، ده البطل الكبير اللي تصدى للحملة الفرنسية. ولكن القوات الفرنسية اعتقلته وأعدمته رميا بالرصاص، وهذا يدل على فشل منشور نابليون ومعارضة المصريين له. هنا نخلي بالنا من معلومة مهمة، إن السبب في نجاح نابليون في الاستيلاء على الإسكندرية يعود للمماليك لعدم تحصينهم المماليك. وأنا قلت لك الحصة اللي فاتت إن المماليك كانوا سبب في احتلال فرنسا لمصر، لان هم بيهددوا التجار الفرنسيين، وكمان ما اهتموش بالدولة، ما عملوش حدود ليها كويسة، ما عملوش قلاع، ما جهزوش جيوش لمحاربة اي عدو محتمل. الكلام ده كله قلناه. كمان كان غرض نابليون من قتل محمد كريم هو اماتة روح المقاومة، او اتباع اسلوب الترهيب وايه والتخويف، عشان ماشي بمثل اضرب المربوط يخاف السائل. هنبدأ هنا نشوف دور المماليك في موقعة شبراخيط وامبان. المقاومة الأولانية كانت مقاومة شعبية من طبقة الحكام، من طبقة المحكومين اللي هو مقاومة أهل اسكندرية. خلاص ركز معايا في الخريطة فوق كده، هظلل لك على الاسكندرية أهي شايفها. تمام، الحملة نزلت هنا وانتصرت على مدينة الاسكندرية، وكانت رايحة في اتجاه القاهرة. فقبل ما توصل القاهرة هتخش في معركة عند حتة اسمها شبراخيط اللي بظللك عليها دي، وهنا بقى المماليك هيتقابلوا مع القوات الفرنسية في الحتة دي. ونبدأ نشوف بقى الكلام. واصلت القوات الفرنسية تقدمها نحو القاهرة، فقابلت قوات مين؟ مراد بك. قابلته فين؟ عند حتة اسمها شبراخيط في البحيرة، ودي تقع غرب فرع رشيد.
غرب فرع رشيد او غرب الدلتا، مفيش مشكلة خالص. لما جيش المماليك قابل جيش نابليون على طول اتهزم جيش المماليك، وتقهقر هنا مراد بك جنوبا للدفاع عن القاهرة، وتحصن فين؟ في امبابة. تقهقر يعني رجع. مراد بك قال لك عايز انقذ القاهرة، فهروح اقف في حتة اسمها امبابة، وامبابة دي مش جوه القاهرة يا رجالة، دي بره القاهرة، دي يعتبر في الجيزة. هعمل خط دفاع اول عن القاهرة، عشان لو اتهزمت في امبابة ممكن يبقى قدامي فرصة ارجع شوية لورا ادافع تاني عن القاهرة. طيب تعال شوف معركة امبابة كده ايه اللي حصل فيها. نتيجة هزيمة المماليك برضه. لما المماليك اتهزموا في امبابة القوات بتاعتهم اغلبها مات، فهنا بقى حصل حاجة، ان مراد بك فر الى الصعيد، الصعيد اتجاه ايه؟ الجنوب. وابراهيم راح الى الشام اتجاه الشمال الشرقي، وخد معاه الوالي العثماني. الله، الوالي العثماني اللي بيمثل السلطان العثماني هرب من مصر. هرب من مصر ومشي. وهنا بقى اقدر اقول لك انقطعت العلاقة بين مصر والدولة العثمانية، لذلك دخل نابليون القاهرة بعد ان اصبحت بدون قوات تدافع عنها، وكده بقت القاهرة ومصر تابعة للحملة الفرنسية او دولة فرنسا، وملهاش علاقة بالدولة العثمانية. هنا بقى في شوية ملاحظات لازم ناخد بالنا منها. كان في تعاون بين المماليك والعثمانيين والوالي العثماني ضد الحملة، ده ظهر في معركة إمبابة. ومن خلال هزيمة المماليك نلاحظ انعدام التنسيق بينهم، اللي هو إيه؟ لو مراد قال حاجة إبراهيم هيقول له حاجة ضدها، ماشي بمبدأ المركب اللي ليها ريسين إيه؟ بتغرق. لذلك إبراهيم بيك لما هرب للشام تتبعت القوات الفرنسية، وحدث فراغ إيه؟ سياسي، ما بقاش في حد يحكم القاهرة. وهنا نابليون استغل الحتة دي ودخل مدينة القاهرة وعين عليها واحد من عنده اسمه دي بوي. انجلترا خدت بالها ان فرنسا الاسطول بتاعها جه احتل مصر، فمش هتسكت، فهي هتحاول بأي طريقة تحارب الحملة الفرنسية في مصر، خايفة على طريق المواصلات بتاعتها، فهتعمل موقعها في مدينة أبو قير البحرية. دي في حتة فين؟ دي في اسكندرية. موقعة أبو قير البحرية دي في اسكندرية، ودي حصلت بين الأسطول الإنجليزي بقيادة نيلسون ضد الأسطول الفرنسي. ونتائج هذه المعركة كانت أول نتيجة إغراق الأسطول الفرنسي، اتنين القضاء على أمال فرنسا في فرض سيطرتها على البحر المتوسط خلاص، حاجة التالتة حرمان الحملة من إمدادات فرنسا لها، ما عندهاش أسطول تروح تجيب أي حاجة من فرنسا. بعد كده حاصرت انجلترا الشواطئ المصريه، وده ادى الى ركود التجاره في مصر. انهي تجاره؟ التجاره اللي جوه وطالعه بره بقى، يبقى دي اسمها تجاره ايه؟ خارجيه. برافو عليك. وهنا يستدل من هذه المعركه على ضعف الاسطول الفرنسي وفشل نابليون في اخفاء خبر احتلال مصر ومتابعه انجلترا لخط سير الحمله. كمان كانت هذه المعركه هي بدايه النهايه للحملة الفرنسية، أو الصخرة اللي تحطمت عليها أحلام نابليون في الشرق ويقصد بيها مصر، لأن الحملة دي دمرت بالكامل الأسطول الفرنسي، ودي كانت بداية النهاية لحملة الفرنسية على مصر. نبدأ بقى نشوف مقاومة أهالي الصعيد. اتجه نابليون إلى الصعيد ليه بقى؟ علشان خاطر عايز يقضي على المقاومة بقيادة مين؟ بقيادة مراد بيك. لأن مراد بيك لما هرب للصعيد يا رجالة سيطر على الملاحة في نهر النيل، منع أي مركبة جاية من الصعيد تروح القاهرة فيها بضايع أو حاجة. هنا بقى كأنه عمل حصار اقتصادي للحملة الفرنسية. لكن نابليون قال لك أنا بدل ما أحاربه على طول أعرض عليه عرض كده، لو وافق يبقى وفر علينا المعركة. قال له تحكم الصعيد تحت الإشراف الفرنسي؟ قال له تحكم الصعيد تحت الإشراف الفرنسي؟ مراد قال له لا طبعا، أنا بعد ما كنت بحكم مصر كلها أنت تقول لي احكم الصعيد بس وآخد أوامر منك أنت. رفض مراد بك التسليم للفرنسيين، قال له لا مش هوافق عليك خالص. هنا بقى الإغراء السياسي أو الأسلوب السياسي ده منفعش، فنابليون خد طريقة تانية، إنه خد الجيش بتاعه وراح يحارب مراد واستطاع الانتصار عليه. يبقى دي طريقة ايه؟ عسكري. طب هدف نابليون من العرض اللي قاله لمراد بيك كان ايه؟ كان هدفه تنشيط حركة التجارة الداخلية علشان القوات الفرنسية تلاقي اكل جاي من الصعيد ليها.
لكن نابليون لما انتصر على مراد بيك ما قدرش يقضي على المقاومة كلها في أهالي الصعيد. ليه؟ تعال نشوف. أول حاجة، إضعاف أهالي الصعيد لقوة الفرنسيين نظرا لطول الوادي. كلمة الصعيد يا رجالتنا بيبدأ من الجيزة حتى أسوان، دي كلها اسمها صعيد، فالمسافة طويلة جدا، حوالي 900 كيلو، ده رقم كبير. 900 كيلو الحملة الفرنسية مش هتقدر تسيطر على الأماكن دي كلها نظرا لطول الوادي. دي اسمها طبيعة إيه؟ طبيعة جغرافية. حاجة تانية، تعاون بعض قوات المماليك مع أهالي الصعيد، كمان وصول قوات من الجزيرة العربية اللي هي الحدود الشرقية لمصر لمساندة أهل الصعيد، ودي بنقول عليها إيه؟ تضامن عربي. اكتبها عندك، تضامن عربي. الحاجة اللي بعد كده، إن أهالينا في الصعيد الرجالة اللي هناك عملوا حرب شرسة اسمها حرب المناوشات والمعارك المتفرقة ضد الفرنسيين، اللي هو كأنهم بيعملوا كمين على الفرنسيين وهما ماشيين، يطلعوا يضربوهم ويجروا. دي اسمها كر وإيه؟ وفرب، وبعض الأحيان تسمى حرب إيه؟ العصابات. ده الرجالة في الصعيد بقى، لدرجة إن أهل الصعيد قعدوا يقاوموا الحملة لمدة كام شهر؟ 10 شهور، لما طلعوا ميتين الفرنسيين. وهنا بقى نخلي بالنا إن هزيمة الفرنسيين في الصعيد بتدل احتياجهم لعلم إيه؟ الجغرافيا. مش عارفين أي حاجة في الصعيد، هم كانوا عايشين فيها أصلا؟ لا طبعا، هو ماشي بمثل بيقول لك إيه؟ أهل مكة أدرى بشعابها، يعني أنت عارف منطقتك كويس جدا، أحسن من الغريب اللي جاي عليها. نيجي بقى هنا ناخد ثورة القاهرة الأولى في أكتوبر 1798، اللي هيعمل الثورة دي الأزهر الشريف يا شباب، هو اللي هيقود الثورة. الله يا مستر، أنت قلت لنا الأزهر بيعلم الناس، أقول لك أه كان ليه دور تعليمي، لكن لما الحملة الفرنسية جت دوره اتغير، بقى ليه دور سياسي، عمل ثورة. طب تعال نشوف نتائج الثورة، مقتل حاكم القاهرة الفرنسي، قلت لك كان يسمى إيه؟ ديبول. وراح نابليون قام بإخماد الثورة، قضى على الثورة بإيه؟ قمع، يعني قوة، وإرهاب، وإعدام الكثير من المصريين. كمان دخلت القوات الفرنسية جامع الأزهر بخيولهم. استنى يا مستر، إيه حكاية الجامع ولا الثورة بتاعت القاهرة طالعة من الجامع الأزهر، فنابليون مش قادر يقضي على الثورة، فقال لك أقضي عليها من جوه الجامع، من المنبع بتاعها. وهنا قرر نابليون يخش الجامع بالخيول بتاعته، وبقى ايه؟ تعال بقى، احنا حرام نخش الجامع بالجزمه، هنخش. هو دخل بالخيل بقى، تخيل، والخيول عملت حمام في الجامع، والعساكر الفرنسيين بقى يشربوا خمور ويقطعوا المصاحف ويقتلوا الطلبه. هنا بقى الموضوع ده أثار الشعور الديني لدى المصريين، ونقدر نقول على الحته دي إن الثورة تحولت من طابع سياسي إلى طابع إيه؟ ديني. نيجي بقى الحاجة اللي بعد كده، انتقلت الثورة للأقاليم المجاورة. لكن في ملحوظة مهمة لازم تعرفها هنا، إن الملحوظة دي يا شباب بتقول إيه؟ ملحوظة مهمة. هذه الملحوظة تتمثل في التزام نابليون بما قاله في المنشور، اللي هو أسلوب الترهيب وإيه؟ والترغيب، كمان عدم احترامه للدين الإسلامي. وهنبدأ هنا نشوف بعد كده التحالف. هيحصل تحالف ما بين الدولة العثمانية والإنجليز والروس، تحالف عثماني إنجليزي روسي عشان يطلعوا نابليون. الدولة العثمانية هتتحالف مع إنجلترا وروسيا لإخراج الفرنسيين بالقوة العسكرية. هيعملوا إيه؟ التلات دول دول اتفقوا إن هما يبعتوا حملتين، جيشين يعني، جيش بري من الشام يمشي على الأرض، وجيش بحري من الإسكندرية. أول ما نابليون عرف بالموضوع ده خرج بحملة عسكرية إلى الشام، ما استناش لما الجيش يجي لغاية عنده، لأ هو اللي راح يحاربه. عشان كده ماشي بمبدأ إيه؟ أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم. وأول ما راح الشام فشل في اقتحام مدينة عكا، مش قادر يخشها. ليه؟ بسبب قوة حصونها واستبسال أهلها في الدفاع عنها بقيادة البطل الكبير أحمد باشا الجزار. طب ده بيفكرك بمين؟ آه طبعا، فكرك محمد كرايم في اسكندرية. يبقى إيه؟ الاتنين متشابهين. كمان مساعدة الأسطول الإنجليزي لأهل عكا بإيه؟ بالأسلحة.
هنا بقى قرر نابليون العودة إلى القاهرة، وأول ما وصل سمع إن الأسطول العثماني جه لمنطقة أبو قير، فراح قابلهم وهزمهم شر هزيمة. هنا بقى ملاحظات مهمة جدا. نلاحظ إن عجز تركيا عن إخراج الحملة الفرنسية أدى لقيامها بتحالفات عسكرية مع الدول المعادية لفرنسا، زي مين؟ إنجلترا. كمان تحالفها مع أعداء الأمس اللي كانت بتحاربهم، اللي هي مين؟ روسيا. ده كله ده حصل في إطار إيه؟ التقاء المصالح. وبذلك يكون أول رد فعل على عدم رضا الدولة العثمانية عن الحملة الفرنسية جاء بعد ثورة القاهرة الأولى. شفت بقى اللي حصل؟ نيجي بقى نابليون هيسيب مصر ويمشي. عودة نابليون سرا إلى فرنسا. بعد موقعة أبو قير البرية قرر نابليون العودة سرا لفرنسا لمواجهة المتاعب التي تعرضت لها الحكومة الفرنسية من النمسا وحلفائها. هنا بقى الحكومة الفرنسية بعتت لنابليون تعال انقذ الموقف، لأن النمسا لمت الدول الأوروبية كلها وجاية تحاربنا، ده سبب عسكري. هنا بقى نابليون قال لك لا، فرنسا أهم من مصر، فقرر ترك قيادة الحملة لنائبه كليبر في أغسطس وسابه ومشي. وبذلك أدت المؤثرات السياسية للثورة الفرنسية إلى تغير الفكر السياسي لوجود الحملة الفرنسية في مصر من خلال رحيل نابليون وتولي كليبر. ونفهم من كده إن النمسا تزعمت التحالف الأوروبي ضد فرنسا أثناء وجود الحملة الفرنسية. ملخص الفقرة دي إن الدول الأوروبية رجعت تحارب فرنسا تاني. طيب فين إنجلترا؟ إنجلترا كانت بتحارب الحملة في مصر، فأكتر دولة أوروبية كانت بتكره فرنسا بعد إنجلترا هي النمسا، فلمت الدول الأوروبية كلها وراها وراحت تحارب فرنسا من جديد. هنا بقى هناخد حاجة مهمة. بعد ما مشي كليب، بعد ما مشي نابليون ساب قيادة الحملة لمين؟ لكليبر اللي في الصورة ده. كليبر أول ما تولى قيادة الحملة كأنه كده إيه، بص على الحملة وعمل تقييم لها. فأول ما أول قرار خده قال لك استحالة بقاء الحملة في مصر، ما ينفعش نقعد في مصر. ليه؟ أولا لقى عدد جنوده صغيرين قليلين، لقى الدولة العثمانية عمالة تبعت حملات عسكرية، لقى المماليك والمصريين عمالة يعملوا عليه ثورات وعمالة يعملوا عليه معارك، لذلك قال لك ما ينفعش أقعد. وهنا عرض كليبر على السلطان العثماني وقاد الأسطول الإنجليزي خروج الحملة من مصر على نفقة الدولة العثمانية فيما عرف بمعاهدة العريش. طيب ايه اللي ترتب على المعاهدة دي؟ رفضت حكومة انجلترا الاتفاقية دي. ليه؟ قالت لا، ده فرنسا ما تطلعش بالطريقة دي، ده لازم تستسلم. اصرت على استسلام القوات الفرنسية. الكلام وصل لكليبر، يعني فرنسا هتستسلم لانجلترا؟ كليبر رفض الكلام ده وهاجم القوات الفرنسية وطردها الى الشام. وهنا بقى هيحصل حاجة مهمة قوي نخلي بالنا منها. كانت النتيجة المباشرة لتدخل بريطانيا في معاهدة العريش هو تأخر رحيل الحملة الفرنسية. كمان كان هدف انجلترا من رفض معاهدة العريش كسر هيبة مين؟ فرنسا الدولية واهتزاز مكانتها. وبالتالي رفض كليبر الاستسلام عشان يحافظ على كرامة فرنسا. كمان اكتر واحد اتضرر من الهري ده هو مين؟ السلطان العثماني. وهنا بقى يا شباب نركز في حاجة مهمة. حصل ثورة تانية اسمها ثورة القاهرة التانية. المصريين لقوا القوات الفرنسية تعبانة ومرهقة ومنهكة من كثرة الحروب، فراحوا هاجموا معسكرات الجيش الفرنسي، ده سبب عسكري للثورة. الموضوع ده عرف بثورة القاهرة التانية. النتائج بتاعتها نجح كليبر في إخماد الثورة في القاهرة والوجه البحري، قدر يقضي عليها. اتفق مع مراد بيك على إخضاع ثورة الصعيد مقابل حكمه له. وهنا ناخد ملاحظة على الماشي، إن أول مظاهر رفض المصريين للحملة الفرنسية كان في عهد كليبر تتمثل في ثورة القاهرة التانية. كمان من الشخصيات اللي ما عندهاش مبدأ ثابت تجاه الحملة الفرنسية المماليك بزعامة مين؟ مراد بيك. لذلك اتسم موقفهم بإيه؟ بالتباين. الحاجة الأخيرة اللي هناخدها بقى هو خروج الحملة من مصر، جلاء الحملة الفرنسية من مصر. استطاع شاب سوري الأصل يدعى سليمان الحلبي، البطل اللي انت شايفه في الصورة ده، اللي انا بظلل لك عليه، عمل ايه ده؟
ده جاي من سوريا مخصوص بيخطط عشان يقتل كليبر، وقعد يدرس في الأزهر كام شهر وقعد يخطط عشان يقتل كليبر ونجح في كده، وتولى مينو قيادة الحملة. أول ما مينو مسك الحملة الفينيسية بعد كليبر قال لك لا أنا مش عايز أمشي، أنا عايز أقعد. كان مينو يريد البقاء في مصر، يريد الإقامة. أنا عايز أحولها إلى مستعمرة فرنسية كبرى. لذلك عمل خطة إصلاحية في الزراعة والصناعة والتجارة والصحة والقضاء. وأول ما علمت إنجلترا بالموضوع ده أرسلت أسطول لأبو قير. الأسطول وهو جاي انضم للجيش العثماني وبعض زعماء المماليك، ونجحوا في دخول القاهرة، فاستسلمت الحملة الفينيسية ومشيت من مصر سنة 1801. وكده خلاص الحملة الفينيسية مشيت. ده الواجب بتاعنا. عايزك تفكر في الواجب كويس وتحله بمنتهى الهدوء، وانا احل معاك اول سؤال: في اي من المجالات الاتيه يظهر تغلغل النفوذ الاجنبي في مصر منذ منتصف القرن السابع عشر؟ يعني عايز اقول لك الاجانب سيطروا على ايه في دوله؟ تجاره خارجيه ما ينفعش، سلطه حاكم ما ينفعش، تعليم ما ينفعش، سيطروا على التجاره الداخليه. ليه؟ لان بسبب قدرتهم التنظيميه والامتيازات التجاريه. باقي الأسئلة دي واجب وأشوفها مكتوبة في التعليقات، وأي سؤال عندك تفضل اكتبه لي. أخيرا يا شباب، وصلنا لآخر الدرس. ما تنساش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، وربنا يوفقكم. بفكرك بشراء الكتاب على الرقم اللي قدامك ده عشان تتمكن من الاستفادة بالشرح واللي موجود في الكتاب، وده شكل الكتاب بتاعي. وآخر كلمة أقولها لك إن ربنا يوفقك في المذاكرة، وما تيأسش ولا تتعب ولا تزهق من نظام الأسئلة، واحدة واحدة وربنا هيكرمك إن شاء الله. وفي نهاية الحصة دي يا شباب أتمنى لكم كل التوفيق، ربنا يوفقكم إن شاء الله. وحاولوا دايما تذاكروا الدرس بتاع النهاردة وتحلوا عليه وتراجعوا درس من الدروس القديمة. دي طريقة مذاكرة مادة التاريخ. ما تكسلش، ما تكبرش دماغك، خليك دايما في الملعب، راجع درس فات وذاكر درس جديد. وبالتوفيق إن شاء الله، وربنا يوفقكم، والسلام عليكم ورحمة الله. اوعى تنسى الاشتراك في القناة وتعمل مشاركة للفيديو وتقول لأصحابك على القناة دي علشان يستفيدوا منها. والسلام عليكم ورحمة الله.